وصلنا لأقصر سورة في القرآن الكريم، هي يعني 3 آيات فقط كلنا نحفظها أعتقد عن ظهر قلب، لكن كثيرين أو كثيرون يعني ما يعرفوش معناها. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كتير ما يعرفوش إنها يعني فيها ترضية كبيرة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شانئك وصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني قد تكون فيها بعض المعاني اللي ممكن تبقى صعبة على بعض الناس. خلونا نتعمق أكثر في هذه السورة مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام كل أمين. آمين يا رب استعاذة العالمين. بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فقد تفضلت بأن سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن الكريم، 3 آيات، نعم، 10 كلمات، 42 حرف، نعم. هذه السورة التي نزلت ترضية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السورة التي سميت باسم نهر من أنهار الجنة وهو نهر الكوثر. هذا النهر الذي يجري في الجنة حافتاه من ذهب وتربته من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. هذا النهر الذي من الله على تلك الأمة بأن تشرب منه قبل دخول الجنة، وهذا النهر الذي دائما نسأل الله في كل وقت وفي كل آن أن يسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى نتمتع بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. وكنا فيما مضى ونحن صغار ولازلنا صغار ندعو الله قائلين: اللهم اسقنا من نهر الكوثر بيد سيدنا صلى الله عليه وسلم. وكنت يعني في الجامعة فسمعت أحد أساتذتي يقول إن في هذا تحجير لرحمة الله. لما أنت تقول اللهم اسقني بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دي منزلة عالية، ولكن كان يقول ده تحجير لرحمة الله. ليه تحجير ولا تحجيم؟ تحجير يعني أنت كده بتحجر رحمة ربنا، بتمنع رحمة ربنا عن نفسك. ليه؟ قال لأن الناس متفاوتون حتى في تلك الدرجة. فمن الناس يوم القيامة من يسقيهم سيدنا عثمان، ومن الناس من يسقيهم سيدنا علي، ومن الناس من يسقيهم سيدنا عمر، ومن الناس من يسقيهم سيدنا أبو بكر، ومن الناس من يسقيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومن الناس أناس ترفع الكؤوس على أفواههم فلا يرى الناس من يسقيهم فيتعجبون: يا رب من يسقي هؤلاء؟ فترد الملائكة: أو ما كنتم تسمعون في الدنيا وسقاهم ربهم شرابا طهورا.